رجعنا لكم مره تانيه، وزي ما قلت لكم الناس كلها بقى عندها هوس التصوير، كلنا ماسكين موبايلات بنصوره على الانستجرام وعلى الفيسبوك. النهارده هناخد تيبس كتيره جدا ازاي حقيقي الصوره تطلع حلوه، الى جانب طبعا الفوتوغراف اللي معايا، واحد من اشهر الفوتوغرافرز اللي في مصر، موجود من زمان، انا مش عايزه اكبره في السن، واشتغل مع جيل العمالقه، وهيدلنا التبس المظبوطة، إلى جانب أكيد هنشوف جزء كبير من أعماله. ضيفي النهاردة هو المصور عادل مبارس. مساء الخير وحقيقي منورني. الله يخليك، أنا سعيد إن أنا موجود معاك والله جدا يعني. خلينا نبدأ في البداية. طبعا كل الناس عندها هوس تصوير، خلاص طبعا تصوير تصور تصور. الفوتوغرافرز بقى أكتر من اللي بتصور، الفوتوغرافرز والناس وكله بقى كل حاجة، هو بقت كل حاجة، كل الناس بقت كل حاجة، سيلفي بقى وبتاع وكده. في ناس دايما عادل تقول لا انا مش عايزه اتصور، انا بطلع وحش، انا مش فوتوجينيك. هل فعلا في ناس فوتوجينيك وناس مش فوتوجينيك؟ بصي هقول لك حاجه، خلينا نتفق ان ربنا مدينا كلنا درجه جمال واحده. اوكي، مفيش حد حلو حد وحش. أوكي. على فكره يعني. اوكي، ومقاييس الجمال احنا اللي بنحطها، احنا اللي بنقعد كده نقول ايه، البنت دي يبقى ايه بقها خاتم سليمان ومناخيرها قد ما اعرفش ايه النبقه والكلام الفارغ ده، وبعد شويه اللي بقها قد خاتم سليمان دي ننفخ لها بقها علشان خلاص الموضه بقى انه لازم أوكي. كل حاجه تبقى كبيره. فمقاييس الجمال احنا بنحطها. صعب. ونتفق على حاجه تانية كمان، ان الجمال اللي بره ده 20%، واللي جوه بقى اللي جوه ده 80%. انت بتقدري تطلعي قد ايه من ال 80% مهما كنت جميله او مهما كنت بمقاييسك مش جميله؟ الصورة طبعا. طب يعني مفيش حد مش فوتوجينيك، كلنا لينا جمالنا. اساليني مين الموديل القياسيه بالنسبه لي اللي انا احب اصورها وكنت اطلع منها مين؟ اعلى صور في الدنيا. مين؟ معالي زايد. بتعرف تلعب في ال 80%، 80% اللي هو الجمال الداخلي. طب سؤال تاني دلوقتي، دايما كلنا زي ما انت بتقول، الله يرحمها يا رب، الله يرحمها حقيقي، في ناس زي ما انت بتقول ممكن مثلا يبقى البق كبير شويه، العين داخله لجوه، الانف كبير، هل انت كفوتوغرافر بالظبط انت ممكن توظفها؟ هي توظف انت الست. بصي الست بتعرف ازاي وامتى وفين تبقى حلوه. طيب دي واحده، الفوتوغرافر انت مالكش دور في حاجه زي كده، ان انت تخفي شويه، تعمل شويه، تبر شويه، ولا لا؟ اول انا ما بتدخل يبقى اللي قدامي ما عندوش سيطره على نفسه. يعني انت مش مع الفوتوغرافرز اللي يقعدوا لا 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 ورا ده يخشب اللي قدامي، التاتش ده يبوظ اي حاجه في الدنيا. بصي كل واحده عارفه جمالها فين. عارفه تخرج. طيب جمالها فين؟ بس السؤال بقى الاهم بقى، بتخرجوا قدام مين؟ لأن الست بتخرج الجمال بدرجات متفاوتة قدام كل حد. قدام باباها بتديله درجة جمال هايلة عظيمة جميلة بإحساس هو يتبسط بيه، وقدام اللي بتحبه بقى بتبقى حاجة تانية خالص، لما تقدر تتحكم في مشاعرها قدام الكاميرا، إنها تقدر تخرج أحاسيس ومشاعر حلوة، هتطلع لها صور رائعة أيا كان الشكل. طيب انت دلوقتي كده مش مدي لنفسك اي قيمه، كل اللي قدامك. طب انت الفنان اللي بيشوف ده، ما هو اللي يشوف ده يعني ايه بمعنى اصح؟ بصي حضرتك انت عينك دلوقتي وانت بتكلميني لمعت، لو انا ما شفتش اللمعه دي وصورتها وبينتها، خلاص هيبقى زي اللي ماسك موبايل وبيقول لك استني، لا 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 بصي هاتي وشك كده شويه، خلاص انت لازم تاخد اللحظه. يعني لحظه طب عشان تاخد اللحظه دي الافرج بتاخد كام صوره لو في فوتو سيشن؟ هو في مقاييس عالميه، احسن مصور في العالم لما يصور احسن موديل في العالم 5%. يعني ايه 5%؟ يعني لو صورها 100 صوره يطلع 5 صور حلوين. انا بيطلع عندي من 60 ل 70 صوره حلوين. طب ما شاء الله، الحمد لله، لان انا مهتم وبشوف كويس الناس. طيب طبعا التصوير زي ما انت بتقول لازم الست او الراجل او قبل يطلع روحه ويعرف يقف قدام الكاميرا. تمام. طيب مع مودلز الموضوع سهل انهم يعرفوا يقفوا ياخدوا بوزاتهم الصح بالجنب بتاع. طب مع الناس العاديه هل بيعرفوا يقفوا ياخدوا بوزاتهم يفردوا ظهرهم يعمل؟ احنا قاعدين دلوقتي عشان نعلمهم ازاي يعرفوا يقفوا. انا عايزاك تقفي كده تقول لي الوقفه
الاول نعمل ايه؟ نقف الست تحت تقف قدام المرايه اوكي وتراقب نفسها اوكي وتراقب مشاعرها. هي الست بتعرف تتحكم في مشاعرها اوكي بتعرف تعلي مشاعرها وتقلل مشاعرها، تعرف تقابل الناس بوش خشب وتعرف تقابل الناس بعين جميله وداعيه اوكي. بس مش كل ست بتقدر توصل لده ومش كل بنت بتقدر توصل لده. لو قعدت قدام المرايه ودربت نفسها هتعرف تسرسب شويه مشاعر جميله تديهم للمصور ويطلع لها صور حلوه. موضوع صعب شويه. لو مع مصور هي مطمنه له قوي لان ممكن ستات تتكسف وحاسه ان هو مش عين خاينه بالنسبه لها يعني هتعرف. هي الست بطبعها بتكسف، ما انا بقول لك الست بتقابل كل واحد بالوش المناسب ليه. طب احنا عارفين ان الكاميرا بتاعت التي في اللي احنا قاعدين عليها دلوقتي بتتخن، هل الكاميرا الفوتوغرافيا بتتخن ولا ملهاش علاقه؟ مين اللي قال ان كاميرا الفيديو دي بتتخن؟ بتتخن الا انا. لا هي الا بتتخن كل الناس الا انا. اللي تخن ويرفع اللي تخن ويرفع ده النور. النور؟ النور بس. لا دي معلومه بجد يا جماعه. انتوا ماشي كنتوا عارفين المعلومه دي بذمتكم؟ ما تردوا عليا في الكنترول. النور يعني فعلا؟ هقول لك مثلا وانا باصص لك من زاويتي انا لا معرفش الكاميرا شايفه ايه، بس الكاميرا اللي انا شايفه غير لو اللي قاعد جنبي هنا، لو حد جه قاعد جنبي هيبقى شايفك بعين مختلف. طب محمد المخرج بيقول لا احنا عارفين ان الكاميرا بتخن 5 كيلو، رد عليه. مقوله خاطئه. مقوله خاطئه. وبص يصحح. طب ليه الاستاذه طلع عندك رفيع يا استاذ محمد؟ انا دلوقتي بقول عايز اتخنك، انا اقدر اتخنك دلوقتي قدام الناس. على اجيب لمبه احطها هنا في الحته دي خلاص انت هتزيدي 5 كيلو. طب عادل عارف حاجه، انا دايما بقعد اقول اشمعنى انا الوحيده اللي ما بتخنش في التلفزيون؟ علشان انت ملامحك ليه دايما ملامحك محدده قوي ووشك فيه نسبه من الطول، عشان كده انت بتعملي قصه. باروكه، ايه رايك في الباروكه النهارده؟ ايه رايك في الباروكه النهارده؟ لا زي القمر ما شاء الله. فانت بتعرفي، ما هو اهم حاجه فيكي انك انت بتعرفي تتصرفي مع نفسك. لا ما انا عارفه اتصرف مع نفسي بس ما كنتش عارفه ان الاضاءه هي السبب اللي بترفع. لا حاجه برضو وانت لابسه خطوط طوليه. لا ده شيء تاني اكيد طبعا. فالخطوط اللي بالطول دي بتخلي الجسم يبان كنز اكتر. انا عموما على طول شكلي ارفع. ما علينا. طيب خلينا نتكلم، انت قلت حاجه مهمه قوي، اضاءه التصوير اهميتها ايه بقى؟ سواء داخلي او هي الصوره نور اصلا. اساسا الصوره اللي احنا بنصور عليها او السنسور اللي احنا بنصور عليه ده اسود. هو بيبين اللي انا بنوره له، بس هو ما بيشوفش وما بيفهمش. لا الكاميرا بتفهم ولا كاميرا هي النور الاساس كله. النور هو الاساس. الصوره اضاءه نور. انا وزعت النور عليك ازاي هيتبان شكلك زي ما انا وزعت النور. طيب الفوتوشوب تمام اخباره ايه؟ انت اشتغلت في زمن انت اشتغلت في زمن متهيألي ما كانش فيه فوتوشوب. طبعا. ودلوقتي فوتوشوب. ايه الفوتوشوب؟ هقول لك حاجه. معاه ضده؟ لا. بصي كل تكنولوجيا لازم نستفيد بيها. بس لا نفرط فيها. اوكي. يعني الاستفاده بالفوتوشوب ان انا في بعض الحاجات اللي بتضايق الستات او بتضايق المصور او كذا، او في حاجه طالعه عارضه حبايه خط مش عارف ايه كده، جزء مثلا حد جرح نفسه كده، فالحاجات دي انا بشيلها بالفوتوشوب. في ناس بشرتهم محببه قوي اقللها شويه بالفوتوشوب. زمان احنا كنا بنعمل فوتوشوب برضو بس بالفلاتر اللي بنصورها بنركبها على العدسه، وده في طريقه من طرق الفوتوشوب. يعني احنا بنشتغل على الصوره بس قبل ما نصور أوكي. وقبل ما نحمض وقبل ما نطبع، هي اساسا احنا بنحضر العدسه عشان انها تلقط اللي احنا عايزينه كويس. فلما جه دخل معانا الفوتوشوب بقينا الاول طبعا ما كنتش عارف اتعامل معاه، فلازم اشتغل لحد اما انا اتضايق من الصوره، وبعدين اكتشفت انها مش صور، ما بتبقاش صور. بس الناس بتغير ملامحها لحد ما تبقاش ايه مش حلو. الله ينور يعني عليكي. مثلا كتير قوي مثلا عادل مثلا في الموديلنج مثلا ناس تختار مودلز من الصوره لما بيشوفوهم على الحقيقه بيتخضوا. لا دي مش دي، لا يمكن. خلينا يعني بقى خلينا نتفق على حاجه. الموديل العب معاها زي ما انا عايزه. لكن لان ملهاش شخصيه. لا بس لما تودي صور وبعد كده كلاينت يطلبها للشغل يلاقي ان هي ما هي المشكله بقى. الكلاينت لما يطلبها للشغل قالوا له دي بالمكياج والفوتوشوب هتبقى كده.
لكن لو فيديو هتبقى صعبه قوي لان مش معقول هيصرف على موديل كتير جدا عشان يوصلها لدرجه الفوتوشوب بتاع الفوتوغرافي يعني. فالموديل لازم تبقى صورها رو الاول كده من غير اي حاجه علشان الكلاينت يعرف يختار. لكن الفنان بقى لما العب في الفنان واخليه مش هو، ما ينفعش انا بقدم لك فلانه، لازم فلانه اول ما تشوفيها تقولي الله صور فلانه حلوه، ويبقى فيها لكن روح. ما تقوليش الله الصوره دي حلوه قوي، مين دي؟ مين دي؟ خلاص مصور فاشل. طب عادل احنا معانا شويه صور كتيره عايزين نشوفها كده مع بعض وتكلمنا عنها. اتفضلي. نشوف الصور كده. انت قلت لي اكتر واحده بتعرف تطلع منها حاجات الله يرحمهم علي زيد. اسامه منير. اسامه منير اولا ده صديق عزيز جدا واول مره يظهر في حياته كان معايا في البرنامج، كان ضيف معايا في البرنامج فظهر وخدوه في القناه من البرنامج عندي. وشه خير عليه يعني. الحمد لله، وهو برضه وشه خير عليا. كنت ضيف معاه وحكيت حكايه كانت مغامره صحفيه حصلت لي، فاتصل بيا الشركه المنتجه اللي سمعت الحكايه قالوا لي بس عايزين دي نعملها مسلسل، واتعملت مسلسل كان اسمه في ايد امينه وكان بطوله يسرى، وكانت قصه حقيقيه حصلت لي والفنانه يسرى قامت بدوري انا في هذه القصه. شوف صورة تانية. شوف نجوى فؤاد. الصور دي معمول لها فوتوشوب؟ طبعا معمول لها. بس انت شايفه مين دي؟ لا نجوى فؤاد طبعا. ما نختلفش عليها خالص. صح؟ نجوى فؤاد محلوه شويه. سهله في التصوير نجوى فؤاد؟ جدا وفي الحياه. يعني عايز اقول لك نجوى فؤاد من الناس اللي افادوني في حياتي. يعني انت عارفه في ناس كده تتخيلي انك راح تعملي معاهم موضوع وبس. نجوى فؤاد انا رحت في اول وانا لسه صغير. قالت لي انت ليه انت اللي بتفرد ادواتك وانت اللي بتلمها؟ جيب حد يساعدك. فلقيت كلامها صح. اجيب حد يساعدني؟ وقتها بقى في معايا مساعد فعلا. انا ليه انا اللي اشيل الادوات وانا اللي اطلعها وانزلها وبتاع واتعب؟ فبقى في حد بيشتغل معايا بيساعدني بيعمل كل الحاجات دي. قالت لي ده الوقت اللي انت هتوطد علاقتك بالفنان. ده حقيقي. ففعلا اكتشفت انها دماغ جميله جدا يعني. شوف اللي بعده. شريهان. شريهان مين اللي ما يحبش شريهان؟ مين مين؟ شريهان دي شريهان الصوره دي شريهان قالت لي انها احلى صوره في حياتها. وقبل ما تتعب على طول عملت دي صوره. دي صوره قديمه ولا جديده؟ قديمه قديمه. قبل ما تتعب عملت منها عدد ضخم جدا وودتهم لكل اصدقائها معلقينها في بيوتهم. جميله صوره جميله. جميل. وانت زي ما بتقول انت حتى لو في فوتوشوب شريهان مفيش حاجه مختلفه. شوف الاحساس مع انها مش بصه لكن شوف الاحساس اللي في هذه الصوره والبصه واللفته والنور اللي متنوره بيه وكده يعني. نشوف اللي بعدها. نجلاء فتحي. قمر. قمر السينما العربية. قمر ده قمر بجد. طب قول لي حاجه، ان زمان ما كانش فيه برضو يعني بص الميك اب يعني الصوره اكنها معموله فوتوشوب. لا دي مش معموله اي حاجه خالص. دي ولا حاجه، دي صوره فيلم من بتوع زمان. يا جماعه بص هننزل حلو احنا بتعمل لنا من. طب يا لا بس انا عامل، ما انا بقول لحضرتك وقت في الكاميرا ذات نفسها الاجتهاد كان قبل التصوير. لا هو بص عادل، هو لا فوتوشوب ولا نفخ خدود ولا نفخ شفايف ولا بشره طبيعي. الطبيعه الرائعه. طب برضه هل الميك اب، الميك اب زمان مختلف عن دلوقتي؟ يعني طبعا النهارده الميك اب ممكن يعني يبدل اللي ما يبدل. ده الميك اب زمان انا كنت بعمل فلاتر عشان اضيع اجزاء منه. المكياج زمان كان حد قوي لانهم كانوا متعودين على مكياج السينما ومكياج المسرح لازم يبقى حد، والمسرح اكثر حده يعني كان كان كتير قوي كان كتير وتقيل وكل. طب وانت علاقتك ايه بالميك اب بالكوافير والميك اب دايما بتعال بتتدخل معاهم مثلا سيشن زي دي تقعد تتكلم معاهم ولا ايه؟ هقول لحضرتك، انت عارفه زمان كان الناس بيداروا الرينكلز اللي تحت العين او السواد اللي تحت العين بابيض. لو شفتي كل الافلام القديمه تلاقي عينيهم بتشع كده وفي خطوط بيضة تحت العين وفوق العين وكده. اما انا ابتديت اصور واشتغل مع مكيرات السينما المحترمين طبعا جدا يعني، قلت لهم لا ليه بتداروا بابيض؟ داروا بلون البشره بالظبط او اغمق. ما هو ده اللي بقوله لك، الميك اب زمان ما كانش حلو ما كان يعني كده كان بيوحش. طب بص احنا معانا محمد بقاله كتير على التليفون، ناخده ونكمل حوارنا. محمد مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا، اتفضل. الحمد لله.
لا هو استاذ بورتريه، انا اسمي محمد بابا، هيفتكرني قوي قوي قوي. محمد، محمد ايه؟ بابا. محمد بابا، محمد بابا. محمود بابا ومحمد بابا طبعا. انا محمد اخوه. حبيبي حبيبي يا محمد طبعا، دول مصورين من كبار المصورين اللي كانوا بيعملوا مناسبات رائعه والله. اهلا وسهلا بيك، الله متميز جدا. اهلا وسهلا بيك، اتفضل عادل معاك. يا استاذ محمد، يا استاذ عادل، انت استاذ البورتريه ما نقدرش. الله يخليك يا استاذ محمد، الله يكرمك. شكرا. يعني الواحد لما كان تجي لك واحده عروسه عاوزه تصور تقول لا روح لمحمود بابا. اه طبعا. انت بتدي له فعلا. اه طبعا، في حاجات هو المصور بيبقى متخصص في حاجات يعني. ففي ناس يقولوا لي احنا هنتصور مع مثلا بابا، اقول لهم اه طبعا، رائع، هايل، جميل، محمد بكر جميل، هايل، رائع كده يعني. يعني سعد حسني، لا انت انت يا بختك على فكره، انت يا بختك يا سعد، انت يعني اشتغلت مع يعني يا سعد يعني 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 دي الضحكه دي اكنها قاعده معانا دلوقتي يعني. سعد دي كانت شخصيه بجد، متهيألي سهله قوي في التصوير. ها تضربها من يمين وشمال ومن فوق من كمين. اصعب حد في الدنيا في التصوير سعد حسني. بتهزر ليه؟ صورني من الزاويه دي بس، اتحدى لو لقيتي صور لسعاد حسني من غير الزاويه دي. ليه بقى؟ حد اقنعها ان دي تروكار، اليمين من فوق هو احلى صوره ليكي. وده حقيقي؟ مش حقيقي على الاطلاق. انا هبقى اركز في كل صور. ركزي في صور سعاد حسني، هتلاقي كلها بتتمحور حوالين ده، حتى دخلاتها في السينما، حتى شطاتها، مشاهدها هتلاقيها بتهرب وتروح للزاويه دي، بتهرب وتروح للزاويه دي. سر من اسرار الله يرحمها بقى سعاد حسني. نشوف الصوره اللي بعدها. كاظم الساهر. دي صور، عايز اسالك، دي صور فوتو سيشن ولا دي انت بتبقى هم بيبقوا قاعدين ولا دي فوتو سيشن؟ لا فوتو سيشن. فوتو ما ينفعش انا ما اشتغلش. المصور الصحفي لازم يبقى اللي قدامه عارف انه بيصوره. اصل هقول لك حاجه، هي طبيعيه جدا، فاهم قصدي ايه؟ يعني انا احس ان هو مثلا كان قاعد فعامل كده فانت لقطتها، فاهم قصدي ايه؟ انت عارفه، ما هو ده لما يبقى الفنان مرتاح للمصور اللي قدامه وحاسس بطبيعيه جدا للمصور اللي قدامه ومتخيل اللي قدامه ده هيصور له ايه. دايما اللي بيحيرك ان انا شايف ايه. انا حاطط الكاميرا على عيني، انت مش شايفاني بس انا شايفك. انت بتبقي محتاره انا شايف ايه، ويا ترى هيلقط وانا عامله كده ولا كده ولا كده ولا كده، اللي هو ال 10,000 حركه اللي بيحصلوا جوه الانسان في الثانيه دول. اوكي. فهو برضو كان مرتاح جدا ومديني جدا، ودي عينك كده، يودي هات عينك كده، يجيب بس خلاص تطلع الصورة حلوة كده. نشوف اللي بعدها. عاصي. عاصي ده برضو من الشخصيات الجميلة. سهل في التصوير برضو. مين أصعب حد غير سعاد حسني؟ مفيش حد صعب. ما أنت اللي بتقولي أصعب واحد كان سعاد حسني. ما هو الصعب إنها تحدد هي عايزة إيه. الصعب اللي معرفش أصوره. يعني في ناس طبعًا أنا معرفتش أصورها يعني. بس ليه؟ زي مين معرفتش أصور مثلًا؟ ما هو مش الشخصيات السياسيه، فمش مش لطيف. بس حد من الفنانين مثلا مع... لا 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 لا، كل الفنانين دول جمال. نشوف اللي بعد. دينا. دينا دينا دي اجدع ثلاث اصحاب رجاله جدعان انا عرفتهم في حياتي. من الاخر كده. من الاخر كده. من الاخر. يعني شخصيه جميله جدا 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 وحد انا بحبه. بصي بقى الصوره دي، اول نيو لوك يتعمل لفنان في العالم العربي. ماله؟ أول نيو لوك يتعمل لأي فنان في العالم العربي كانت. طب احنا هنتكلم على النيو لوك ده بس هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني. أوي يا فندم.